يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلنا. أحلى موقف مر معك بسنة 2018؟ والله بصراحة ما في شيء منيح، ما في شيء حلو. أول ما طلعنا وتهجرنا لهون ما شفنا ولا ساعة حلوة. طيب نقلب السؤال، أسوأ موقف مر معك بال 2018؟ والله أسوأ موقف هي اللي انضربت إيدي فيه، الحمد لله رب العالمين، وعيشتنا كلياتها نكد، ومن أول ما طلعنا لهلا عايشين بالمخيمات. والله سنة 2018 أسوأ موقف كان هو تهجير العالم، كل مين ترك بيته محله شغله رزقه بلده وطلع منا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا كان أسوأ موقف. طيب أحلى موقف مر معك بال 2018؟ والله للأسف ما في موقف حلو، للأسف كان كتير قاسي ومأساة، يعني سبحان الله كتير كان الوضع قاسي. أحلى يوم مر معك 2018؟ والله لما بلتقي بابني بعد 8 سنين هذا أحلى يوم. توقعاتك أو أمياتك 2019؟ ترجع الناس لبيوتها ولبلادها ولقراها ولأعمالها وتحب بعض الناس، وهيك هذا هو اللي بتمنى من الله. تحتفل برأس السنة؟ على شو بدي احتفل؟ إذا ما في شيء احتفل عليه شو هو بدي احتفل فيه؟ بدي احتفل الناس عم تشيل خيام المطار. تحكي لنا أسوأ موقف مر معك بال 2018؟ أسوأ موقف الباصات. والله نسأل الله أن تكون سنة 2019 سنة خير على الشعب السوري وعلى كل الطوائف، وأنا سنة جاي إن شاء الله أكون بالجامعة ونرد الجميل اللي جانا من كل الأصحاب والأحباب، وبس ما أكثر من هيك. طيب موقف حلو مر معك؟ أني قبلت بالجامعات التركية هنا اختصاص إسعاف، وهي كانت رغبتي وحلم حياتي. يعني توقعاتك سنة 2019؟ شو بدي أقول لك، ما في أمل بشي، اللي باين إنه ما في أمل بشي. إن شاء الله الله هيك يفرج عنا عن جميع أمة محمد يا رب. آمين يا رب. نعيما حجي. الله ينعم.